صحيح أنا تواجد الآن من منتصف عقبة شعار، وهي العقبة التي حدث فيها حادث اليوم، وهو عندما يقارب الساعة 4 عصرا. هذا الباص الذي يقف أو يعني أقف من أمامه الآن هو الباص الذي يعني سار فيه الحادث، كان عند ما يقارب الساعة 4 عصرا، وهو قادم من محافظة خميس مشيط. يعني جميع من استقلوا هذه المركبة كان في ما يقارب الساعة 2:30 مساء هذا اليوم، وهم متجهين من خلال محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها، ونزولا من عقبة شعار. وفق مصادر أولية أن نتيجة هذا الحادث كان نتيجة يعني مشكلة في السيارة من هذه العقبة التي أتواجد فيها الآن. لعل سعيد أن أقول لكم جزء من تفاصيل الموقع اللي نتواجد فيه، وكان فيه الحادث السيارة أو الشاحنة أو يعني كانت تقل الركاب من المنطقة العلوية إلى المنطقة السفلية، وهناك مشكلة في السيارة ارتطمت بنهاية الجسر كما تشاهد على يسار الطريق الآن. وفق معلومات أولية وصلتنا الآن بأن عدد الوفيات في هذا الحادث وصلت إلى 20 وفية، وأيضا إجمالي عدد الإصابات كان ما يقارب 29 إصابة. تم نقل هذه الإصابات وتم العمل على نقلها إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص بمدينة أبها، ويجري الآن العمل على يعني إسعاف المصابين منهم في